اوكي، في الفيديو ده هنبتدي نطبق كل اللي احنا اخدناه في الفيديوهات اللي فاتت على الهاي فيديليتي فيرجن بتاعتنا، بمعنى ان احنا هنبتدي نحط الصور وهنبتدي نستخدم البلاجنز وهنبتدي نستخدم الكاركتر ستايل الى اخره. خلينا نبدا على طول. اول بيج معايا اللي هي هتكون الهوم بيج، خليني اقول انه ممكن اعيد ترتيب كل الكلام ده، فخليني أشيل دي خالص من هنا وأشيل دول كمان من هنا وهتاخر الماركتينج مسج، وهبتدي إن أنا أكبر المستطيل ده بحيث إن هو ياخد كل المساحة بتاعة البيج. وممكن أروح دلوقتي للليبراري وأبتدي أختار gradient color يكون مثلاً، وإتس أوكي إن أنا ممكن أبتدي أغير الجريدينت بتاعي. فاللي انا عايزه بصراحة انه ده يكون اخضر غامق كده ويكون كده ويكون كده، وحتى الازرق ده انا عايزه يكون الازرق الغامق. وممكن ابتدي افتح بس الاخضر ده شوية بالطريقه دي. اوكي، طيب الحاجه الثانيه ان انا عايز ابتدي يا اما احط الصوره يا اما احط الماركتنج مسج، فاوكي خليني الاول احط الصوره. انا اللي انا عملته ان انا رحت على ادوبي فوتوشوب واخترت صوره وقصيت اوبجكت الاساسي بتاعها البي اس دي وعملت لها شادو كون تحتها علشان هعمل لها اوت اوف فريم في الادوبي اكس دي. فخليني ارجع لادوبي اكس دي، هروح على فايل import وهختار ال PSD وهقول له import وهشوف هيعمل ايه، هل هينزل لي الفايل ال PSD كله، نزل لي فايل ال PSD كله. اوكي، ابتدي ان انا اصغر كل الفايل، ولو رحت على قائمة layer انا اوريدي موجود فيها، لا ما كنتش موجود فيها، ودوست على الجروب لقيت 3 layer، دي layer بتاع العربية وده layer بتاع الشادو، فممكن ان انا الشادو واللاير هقول له مثلا دي الكار وهقول له انه دي الباك جراوند. تمام، علشان بس اكون فاهم ايه اللي بيحصل معايا. طيب الحاجه الاساسيه اللي ممكن نتكلم فيها انه انا عايز اعمل ماسك اوت اوف فريم للشكل ده كله علشان يكون موجود هنا. ايه شكل الماسك اللي انا بفكر فيه؟ انا بصراحه بفكر انه يكون في دايره العربيه طالعه منها وواقفه في النص هنا. فخليني بشكل بسيط جدا الاول ممكن اروح اعمل انجروب للثلاثه دول وابتدي ارسم دايره بالشكل ده كده، وخليني اخليها فوق الباك جراوند وهقول له دي مع الباك جراوند مع ال اكشلي بص احنا ممكن نعمل انه يكون الثلاثه دول تحت كده. اوكي، وهحددهم كلهم وهقول له جروب مش جروب ماسك. اوكي، وهخش جوه وهقول له هات لي العربية دي كنترول سي مع الشادو كنترول سي، وهاجي هنا وهقول له كوماند في بالشكل ده. اوكي، وهاخد كل دول وهبتدي ان انا اصغرهم مثلا كده. اوكي، وخليني اخليها مثلا تكون واقفة هنا بالشكل ده. اقدر ان انا اخلي مثلا الدايرة دي تكون بصراحة اكبر شوية وممكن تخش في النص بالشكل ده بحيث انه جزء من العربية يكون باين من ورا وجزء منها يكون باين من قدام، وممكن اشيل البوردر بتاعها وكمان اشيل الفل بتاعها واشوف ايه اللي بيحصل دلوقتي. اوكي، طيب في أزمة عندي هنا، خليني أبتدي أحلها وأحرك الصور الدايرة بالشكل ده وأشوف وصلنا لإيه. أوكي، كده بقت ممتازة. ممكن نكون كده خلصنا مثلا الدخول بتاع العربية، ممكن شكل الدايرة يكون مش مناسب فخليني أخليها تكون مثلا مستطيل بدل الدايرة بالشكل ده، وهقول له كل دول مع ده يكونوا ماسك ونشوف. اوكي، انجروب ماسك انجروب ماسك، اصغر ده
وهقول له من غير العربيه ومن غير الشادو، اتاكد انه كل ما هو تحت الريكتانجل يكون مع العربيه، وهروح اقول له ماسك بالشكل ده. اوكي خليني اجي اعمل راوند كورنر لدول ونشوف انا عايز الشكل النهائي بتاع الماسك يكون عامل ازاي. يكون واقف هنا عند الطرف وبعدين خليني اصور. اوكي ماشي. اوكي بالمستطيل اعتقد ان هي بقت شكلها الطف شوية. اوكي ده بالنسبة مثلا للصورة. خلينا نروح للماركتنج مسج ونبتدي انه احنا نقسمها، نكتب easy print easy to go. اوكي وهقول له command x وهاخد دي copy وهقول له صغر لي ده مثلا شوية. اوكي طيب ابتدي ان انا استخدم الكاركتر ستايلز اللي انا اشتغلت عليها. فاروح للدوكيمنت اسيت وممكن اقفل الكالرز واروح للكاركتر ستايلز واشوف انا عملت ايه في الكاركتر ستايل. خلينا ناخد مثلا ده يكون كبير 48. اوكي ايزي رنت، انا عايز ايزي تو جو هي اللي تكون بالشكل ده، وايزي رنت تكون ابيض وتكون بولد كده. اوكي ماشي. ممكن يكون الفونت اوكي محتاج فونت الطف شويه، الكتابه بتاعته تكون زهره، فايتس اوكي ممكن نبتدي ان احنا نغير. طيب يجي دور البوتنز اللي تحت، اعتقد البوتنز دي شويه كبيره فخليني ابتدي ان انا اصغرها كده. اوكي بمقاس معقول شويه علشان برضو تكون كليكابل بالنسبه للي بيستخدم الابلكيشن، وممكن اجي الغي الفيلم من ده واخليه مثلا يكون تعالى نفتح الالوان وتعالى نجيب اللون اللون الفاتح ده، عايزين درجة افتح ده. اوكي ونخلي الابوينتمنت تكون بالابيض بالفونت ال 12. اوكي ممكن تخلينا نعمل ده يكون 12 بالشكل ده ونقول له add to character style، نزوده لي هنا بحيث ان انا خلاص يكون هو ده الفونت المعتمد عندي. اذا حبيت ان انا اغيره يتغير في الابليكيشن كله او يتغير في التصميم كله او انه اطبقه بشكل سريع على اكتر من حاجة هشتغل عليه. طيب اوكي نيجي للبوتن التاني، خلينا نقول له انه اللون بتاعك انت يكون مثلا اللون الاخضر ويكون درجة فاتحة. طبعا انا يعني بعدت شوية عن مجموعة الالوان دي لانه الصورة الاساسية اللي انا اخترتها كانت مختلفة، لكن اتس اوكي ما فيهاش مشكله. خليني اروح لده واقول له خليه يكون بالابيض بالشكل ده كده. دي مثلا تكون اول بيج احنا اشتغلنا عليها، ونيجي في المشهد اللي جاي او في الفيديو اللي جاي بدل ما نعدل الايكونز دي كلها في كل الصفحات، لا انا عايز انه انا اشوف حاجه طريقة تخلي لي أعدل كل الصفحات مع بعض في خطوة واحدة. اللون الفونت اللون الايكون مكانه الحجم بتاعه كل الكلام ده إلى آخره. خلينا نروح للفيديو اللي جاي.